تروح للجامع اكيد انت ما خبارة. السلام عليكم مشاهدينا الكرام متابعي قناة شوف تيفي. لا اخويا مشاهدينا الكرام متابعي قناة شوف تيفي، اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء من قلب السوق الشعبي. جينا نشوفوا الاثمنة ديال الخضرة، خصوصا بالنسبة للمطيشة البطاطا ببداية الاسبوع، يعني اليوم الاربعاء كيف ما كتشاهدوا معنا. مطيشة شحال واصلة؟ 60 ياك؟ 60 فلفلة 140، 7 دراهم. يعني الخضرة غالية ولا رخيصة؟ الخضرة غالية ولا رخيصة؟ غالية كيف ما كتشاهدوا معنا، بأن الخضرة غالية بزاف بالنسبة للمواطن البسيط اللي ما عندوش، يعني الله يحسن عوان المواطن البسيط. يعني للأسف في الآونة الأخيرة لقينا بزاف هاد الصعوبات ديال غلاء الأسعار من ناحية الخضرة، الدجاج، اللحم. السلام عليكم، صباح النور خويا، كي داير؟ لاباس عليك؟ مازال مواصلين معكم هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. جينا نشوفوا اسعار الخضرة بشحال، كيف ما قال السيد بان كل شيء غالي. والله يحسن عوان المواطن البسيط اللي ما عندوش. يعني مطيشة غالية، الفلفلة غالية، كل شيء بطاطا غالية. بطاطا بشحال دايرة خويا؟ بطاطا بشحال؟ 120، تاهي غالية. يعني تاهي غالية، يعني اش نقول، الله يحسن عوان المواطن البسيط المسكين اللي ما عندوش، لانه كيجي واحد 100 درهم ولا 50 درهم فاش غتقدو؟ شنو 100 درهم وما تقدوش. فكنتمنى تكون واحد الالتفاته لهادشي ديال غلاء الاسعار، لان الناس مضرين بصح بزاف، مضرين ديال بصح من هادشي ديال الغلاء، لان حنا كنعرفوا المواطن البسيط على قد الحال، كيبغي يجيب 20 درهم من السوق يخرج خضيره وهذا حتى هو بحاله بحال جميع الناس، ولكن للاسف دابا كلشي غلى. ومازال مواصلين معكم هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء ومن قلب السوق الشعبي. جينا نشوفوا الاسمنة ديال الخضرة فين واصلة، وكيف ما قال لنا السيد بانها غالية بزاف. فكنتمنى تكون واحد الالتفاتة من طرف المسؤولين انهم يخفضوا شوية من هذا الشيء ديال غلاء الاسعار. مشاهدينا وصلنا الى نهاية هذا البث المباشر، ان شاء الله نلتقي معكم في بث مباشر اخر، الى اللقاء.